صباح الورد والتفاؤل والسعادة على حضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الورد. وصباح الورد عليك يا حسين. صباح الورد عليك كمان. صباح الورد على كل السادة المشاهدين. مبروك التعادل يا حسكال الأهلي. مبروك مبروك مبروك. أصل هو كان بكل ثقة عمال يقول إيه إن شاء الله بقى هتتغلبوا بقى هتتغلبوا كام كام. فأنا يعني شمتانة فيه قوي على فكرة. مش مداني حتى فرصة أقول له مقدمة عشان تشمت. عامة تعادل لسه في ماتش تاني. لسه إحنا فين؟ لسه الدوري أنا ماليش دعوة. أنا بتكلم على الماتش اللي أنت قلت لي فيه هتخسره امتى. ايوه الظروف خارجه عن الاراده واحنا متصدرين. الماتش كان احنا الهندسه والفن والمدرسه والحاجات الحلوه دي كلها. ايه كانوا احنا تتعادل على فكره انت ما كسبتوش. اي نعم هتظلوا على القمه متصدرين يعني الدوري برضه. فرق نقطتين من حقنا نفرح على فكره. ان شاء الله حتى نقطه واحده. ان شاء الله حتى نص نقطه. لسه لينا لقاء تاني. احنا من حقنا نفرح. لقاء تاني ان شاء الله ما يكونش فيه مطره زي ما طبعا حضراتكم تابعتوا. برضه مبروك التعادل. برضه مبروك التعادل. مبروك المصريين على الاقل. يبقى هدنه كده الناس تريح شويه وايه بطلوا كمان شغل التعصب. وطبعا انت عارفه اللي كان يعني يمكن الواحد بقرا امبارح انه في شاب طعن صديقه عشان ماتش الاهلي والزمالك. لا معقوله يا خبر. بصوا يا جماعه في فرق بين الانحياز يعني والتعصب. انا اتحيز. التحيز ده حاجه صحيه جدا لان طبيعي الواحد بيقلبه بيميل لحاجه معينه. انما التعصب في اي شيء خطر وسلبي والعواقب بتاعته مش لطيفه. يعني احنا بنقول ده بنهزر عشان بس تبقوا فاهمين. طبعا احنا بنهزر طبعا. طبعا لكن انا لا مها ولا انا ليله في الكوره بصراحه. في الاخر بعمل انا شخصيا كنت بلعب باليه مائي فمش في الكوره. انا لعيبه سباحه توقعيه وحسام تقريبا كان تنس. كنت بلعب سباحه في النادي الاهلي. شفت وكان لسه بيلعب معايا بلياردو اصلا قريب. وكان اول مره في حياته يعني انا اساسا في البلياردو غلبته طبعا وقضيت عليه لان انا كنت بلعب بلياردو من زمان برده. لا على فكره ده انا سبع صنايع. نخش في الجد. نخش في الجد. امبارح طبعا غير مباراة القمة اللي في النهاية يعني برضو ما زعلتش ناس كتير. على الأقل خرجنا تعادل. كان فيه الحقيقة خبر أهم بكتير وخبر مفرح جدا. وخلينا نقول إنه كتير من المصريين طبعا امبارح كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية واللي اتخذ فيها قرارات ربما تكون أيضا قرارات حاسمة ومن بينها رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه أو من 1200 جنيه ل 2000 جنيه ومنح علاوة استثنائية بقيمة 150 جنيه لمواجهة الغلاء وإطلاق حركة ترقيات بالجهاز الإداري للدولة وزيادة المعاشات بواقع 15% وبحد أدنى 150 جنيه ورفع الحد الأدنى للمعاش ل 900 جنيه. طبعا عايزين نقول ان هيكون في طبعا تفاصيل اكتر عن قرارات رئيس الحاسمه والهامه للمصريين مع النائبه منى منير وهي عضو مجلس النواب واللي هتوضح لنا بالارقام عدد المستفيدين من قرارات سياده الرئيس وكواليس الاحتفاليه اللي تم فيها عرض القرار للمصريين. تفاصيل ثانيه كتير كمان هنعرفها من خلال ضيفتنا النهارده. لو هنتكلم بلغه الرياضه والكوره فمش اول مره رئيس السيسي يجيب جون في الحقيقه. يعني هو منذ توليه السلطة في ظروف قاسية جدا في المحيط الإقليمي بشكل عام والمحيط العربي لا في جوان كتير قوي مصر أحرزتها. دائما بيوعد وبيوفي في الحقيقة ودي بداية مبشرة. خلي بالك يعني موضوع أن بقى المرتبات تعلى دايما الناس كانت تشوف أي إنجازات بتحصل سواء في البناء أو البنية التحتية أو الكباري أو المدن الجديدة تقول لك طب أنا الأكل طب أنا الأسعار طب أنا يعني. وبعدين الرئيس السيسي قال جملة مهمة قوي قال لك الحاجة اللي تغلى عليك ما تشتريهاش. يعني دي مهمة قوي لأن ده مقاومة لجشع أي تاجر ممكن يلعب في أسعار سلعة المفروض أن هي أسعارها تكون ثابتة وواضحة. لكن حالة امبارح قررت يعني تم نظر ليها بأنها بداية إنصاف الطبقة الوسطى اللي تحملت الجزء الأكبر من أعباء طبعا خطة الإصلاح الاقتصادي. هو ده. وفي المقابل كمان الناس كلها بقى بتطالب التجار وغيرهم يا جماعة ادونا بس فرصة نشم نفسنا. طبعا أنت عارفة أي زيادة أو أي علاوة دورية زمان كان بيقابلها على طول زيادة في أسعار السلع. صح. عايزين بس نشم نفسنا شويه ادوا ناس فرصه يعني تستعيد توازنها مره ثانيه. والمبدا اللي قاله الرئيس امبارح انه اللي يغلى عليك ما تشتريهوش اعتقد انه لازم كلنا نبدا نطبق ده بعد نجاحه كمان. احنا طبق في اكتر من مناسبه سابقه وبدا يجيب نجاحات فلازم ناخد بالنا من الجزئيه دي لانه هي طبعًا. دي الحقيقه قد تكون بدايه حتى تعديل المسار بشكل او باخر. يعني بالزبط. احنا في البدايه لسه في خطوات تانية بس دي بدايه موفقه. انا شخصيا متفائله وشايفه ان القرارات اللي تم اتخاذها امبارح او التوصيات اللي الرئيس خرج بيها امبارح في احتفاليه الام المثاليه الاحتفاليه المئويه للام المثاليه دي بدايه انتعاشه في الفتره القادمه بشكل احنا كافراد بقى هنحسها في ناحيه الدخل. انا متفائله 2019 2020 ان شاء الله ده ما نتمناه طبعا. الفقره الثانيه بقى النهارده فهي
زي ما حضراتكم يمكن سمعتوا ان يوم الخميس اللي فات كان طبعا الصحفيين في مصر في انتظار حدث هام، والاعلان عن افضل الصحفيين في جائزه الصحافه العربيه، الجائزه طبعا اللي بتعتبر واحده من افضل الجوائز للصحفيين على مستوى العالم. وطبعا هيكون معانا النهارده زي احنا شايفين في الصوره طبعا الزميل العزيز محمد مهدي حسين، طبعا واحد من اللي حصلوا على جائزه الصحافه العربيه في دبي لفئه الشباب، وهيشرفنا النهارده بمداخله تليفونيه. كمان هيكون معنا الصحفي بجريده اليوم السابع الاستاذ محمد سلمان اللي فاز بالجائزه ايضا في فئه الشباب، وايضا الصحفي الاستاذ سيد محمود الصحفي بجريده الاهرام عن فئه الاهرام العربي، عن فئه الصحافه الثقافيه، وكمان رئيس تحرير جريده القاهره سابقا، والصحفي وايضا الشاعر المهتم كمان بالادب والمواضيع الثقافيه المختلفه، واللي حصل ايضا على فرع الجائزه في الادب والثقافه، هيكونوا ضيوفنا النهارده. هيكلمونا هنتكلم معاكم كده في قصص صحفيه جميله ومختلفه ومغامرات يمكن البعض منها ما التفتش اليها بشكل خاص، لكن النهارده هنسلط الضوء على كتير من المغامرات الصحفيه. طب اعمل موبايلك سايلنت، طيب اعمل موبايلك اعمل الموبايل سايلنت عشان في ناس بتنسى كده وهي داخله الهواء. المهم بقى احنا عايزين نحتفل بمهدي صديقنا. ما بسطرش على فكره، انا ما بسطرش يعني على طول كده، احنا على الهواء كل حاجه على الهواء. ماشي اتفضلي بقى. طيب. زي ما عودناكم بقى في صباح الورد، احنا هنروح دلوقتي لابرز المانشيتات اللي موجوده في الجرايد النهارده، وهنرجع عشان نبدا معاكم فقره اخبار. شفنا مع بعض جولة سريعة في أهم منشطات صحف النهاردة. أول أخبارنا هتكون إن وزارة المالية أعلنت امبارح إن الإجراءات الاجتماعية اللي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي هيبدأ تنفيذها في أول يوليو هتكلف الخزانة العامة للدولة ما يقرب من 60 مليار جنيه، 40.5 مليار منهم هيكون لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، و 28.5 مليار لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ومليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل
وكرامه، اعتقد ان دي جزئيه مهمه قوي ان انضمام اسر جديده لبرنامج تكافل وكرامه. بالتاكيد، وعشان اوضح لكم اكتر بالارقام، كل موظف هيزيد قد ايه تقريبا على حسب الدرجه الوظيفيه بتاعته. يعني مثلا خلينا نقول انه موظف الدرجه السادسه العماليه اللي هي طبعا من ادنى او اقل درجات الوظيفيه هيزيد من 1200 جنيه ل 2000 جنيه. وموظف الدرجة السادسة العادية هيكون من 1890 جنيه ل 2150 جنيه. أما بقى أصحاب الدرجات الخامسة مثلا هيزيدوا من 2200 جنيه، هيزيدوا ل 2200 بدل ما كانت تقريبا 1870 جنيه. ما انت هكملي بقى باقي. هكمل حاضر. طيب الموظفين بقى اللي على الدرجه الرابعه زيادتهم هتكون ل 2400 جنيه بدل من 1890 جنيه. والموظفين اللي على الدرجه الثالثه هتكون زياده مرتباتهم ل 2600 جنيه بدل من 2040 جنيه. اما الموظفين اللي على الدرجه الثانيه فهتكون اجورهم بعد التعديل الاخير 3000 جنيه بدل من 2600 جنيه. اما الدرجه الاولى فموظفيها هيتم تعديل رواتبهم ل 3500 جنيه بدل 2850، والمدير العام هيتم تعديل مرتبه ل 4000 جنيه بدل من 3000 جنيه، والدرجه العاليه هيتقاضوا 5000 جنيه بدل 3200 جنيه، والدرجه الاخيره او ما يسمى بالممتازه هيتقاضوا 7000 جنيه بدل 4600 جنيه. وكل الارقام دي كمان هنتكلم عنها بالتفاصيل في فقرتنا الاولى النهارده. وحاليا احنا كمان بنعرض لكم صور لكل الزيادات اللي تم الاعلان عنها، وازاي كل الموظفين اللي على جميع الدرجات الوظيفيه هيقدروا يستفيدوا من طبعا قرارات الرئيس، وخاصه كمان اللي هيطلعوا او اللي هيطلعوا على المعاش او اللي اوريدي على المعاش. انا عرضها لحضراتكم برضو مره تانية في فقرتنا النهارده مع سياده النائبه منى منير عشان تقدروا تحفظوا برضو الارقام. وهنتناقش بقى في الشق الثاني انه دي طبعا هتكلف ميزانيه الدوله، ف هنعوضها منين؟ وهل هيكون ليها تأثير ولا لا؟ ونعمل ايه عشان نضبط الأسعار؟ وما إلى ذلك طبعا من قرارات هيكون في فقرتنا الأولى. كلنا طبعا تابعنا امبارح قمة الأهلي والزمالك 117 واللي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. الفائز الأكبر من اللقاء هو الزمالك اللي استمر على القمة زي ما هو بنفس فارق النقاط بينه وبين منافسه التقليدي. الماتش الحقيقه كان عصيب جدا من قبل بدايته، الكلام طبعا كان اللي تم تداوله عن عدم اقامته بسبب الامطار اللي كانت غزيره. احنا شفنا يا جماعه يعني بصراحه اللعيبه الاثنين معذورين لان الناس كانت بتتزحلق بقى وفي طينه وفي مطره كتير، لكن المباراه اتلعبت والمطره نزلت بغزاره جدا، وده خلى الماتش بيبقى عباره عن صراع على مين اكتر اللاعبين اللي هتقدر ان هي يعني تقطع منها الكوره عشان الفريق الثاني يعمل هجمه مرتده سريعه. المهم يعني ان الفريقين طلعوا حبايب بدون ما حد يزعل، ولو ان الاهلاويه كان نفسهم طبعا ان هم يكسبوا الماتش ويفوزوا ويحفلوا على الزمالك كالعاده على السوشيال ميديا بالثلاث نقاط ويعتلي المارد الاحمر قمه الدوري للمره الاولى تقريبا السنه دي. فيعني مبروك التعادل. لسه 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 بدري لسه بدري. هنروح نعرف تفاصيل اكتر ماتش امبارح طبعا من الصحفي في موقع يلا كوره الاستاذ محمد مصطفى. صباح الورد يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ صباح الورد عليكم وصباح الورد على كل المشاهدين. انا هبدا مع حضرتك طبعا، لا حديث عن مباراه الامس الا طبعا بالتاكيد او الاشاره الى ارضيه الملعب وكده، لانه الحقيقه المشهد كله في مجمله امبارح لم يكن مرضي سواء على صعيد اللعب او على صعيد الامكانات الارض وغيره او على صعيد حتى الفنيات. يعني انت ايه راي حضرتك بشكل عام بشكل مجمل؟ يعني بشكل عام كره القدم صناعه، الصناعة دي فيها عده اطراف، الاطراف دي اللي هي احنا عندنا اتحاد الكرة والأندية، ومفروض أن يكون في رابطة محترفين. المفروض أنه يتم توفير الآتي، يتم توفير ملاعب جيدة، يتم توفير جماهير لمتابعة المباريات من المدرجات، يتم توفير نقل تلفزيوني جيد، لأن هي صناعة في النهاية. المنتج اللي أنا بقدمه دوت منتج الناس بتشتريه، الناس بتحب تتفرج عليه علشان في النهاية العجلة تدور وتمشي. ولكن احنا عندنا عدة أطراف مش بتأدي دورها بالشكل الأمثل، فهو ده اللي أدى في النهاية ان احنا بنشوف قمة للدوري المصري بنشوفها بالمستوى ده. احنا كنا لسه عدة أطراف. بمعنى إيه يا أستاذ مصطفى؟ معلش أنا آسف. يعني عدة أطراف اتحاد الكرة مثلا لم يكن بدوره الامثل في التخطيط للكرة المصرية. احنا بدأنا الموسم بشكل سيء، بدأنا الموسم واحنا عارفين ان في بطولتين افريقيا هيقاموا، بطولتين افريقيا للاندية،
وعندنا بطولة عربية شارك فيها 4 فرق، وعندنا دوري وعندنا كاس وعندنا كاس الأمم الأفريقية مع نهاية الموسم. كل دي ضغوطات عندنا. الحقيقة كان الاختيار مشاركة الأندية في بطولة أفريقيا وبطولة العربية منذ البداية هو كان اختيار خاطئ، لأنه كان يجب أن الفرق اللي تشارك في بطولة العربية ما تشاركش في بطولة أفريقيا عشان ما نتحطش في الورطة دي في الآخر. وسواء إن كان بطولة أفريقيا هتنظم في مصر أو غير مصر كانت برضو هتبقى ورطة، لأنه هيبقى عندنا ضغط مباريات مكثف. يعني حضرتك مثلا ده بالإشارة مثلا إن الناس كانت بتقول ليه ما تلغاش الماتش مثلا امبارح، ما احنا عارفين إنه الملاعب غير مجهزة، وانه كمان يعني ما كانتش لازمه او ما كانتش حبكه، لكنه طبعا ضغط الوقت والتخطيط السيء هو ده اللي ادى الى ان احنا نشوف المشهد بالشكل ده. هل ده قصد حضرتك يعني؟ بالظبط هو ده اللي احنا عايزين نوصله. وعايز اقول لك على حاجه كمان، انه يعني الكاف قبل اسبوع بالظبط ارسل لاتحاد الكوره وناديي الاهلي والزمالك بيطالبهم بتوفير ملاعب بديله لملعب برج العرب، لانه ظهر بشكل سيء خلال الفتره الاخيره. الحقيقه ان اتحاد الكوره طب ما قيل، معلش انا اسف، قيل ان الانديه هي اللي رفضت. احنا بنحاول بس نعرف المعلومات من حضرتك، لانه الناس طبعا امبارح كل واحد انت عارف بيفتي من عنده، بس احنا عايزين نوصل للمعلومه اليقينه. يعني الانديه رفضت تغيير، الاهلي والزمالك يعني رفضوا تغيير ملعب ده اللي سمعنا. او الاجهزه الامنيه اعترضت، يعني مش عارفين برضو الحقيقه فين. هو الحقيقه الامن هو اللي طلب اقامه المباراه في برج العرب. النقطه الاولى. النقطه الثانيه، هو لائحيا لا يجوز تغيير المباراه موعد المباراه قبلها بساعات بسبب المطر. يعني التغيير اقامه مكان المباراه بيكون لظروف قهريه، يعني لا قدر الله زلزال، بركان، كارثه لا قدر الله، او استحاله الرؤيه، يعني ما فيش رؤيه متوفره تمام بسبب الضباب. ولكن احنا بنشوف في اوروبا الملاعب بتكون فيها مطر شديد واشد من ده كمان، ولكن الملاعب بتكون مجهزه بالشكل الامثل، كل تجهيزات متوفره لحفاظ على نجيله الملعب. ولكن عندنا، لانه احنا عندنا اصلا ملعب برج العرب، النجيله متهالكه تماما بسبب ضغط المباريات المتوالي خلال الفتره الاخيره، ففي النهايه الملعب ما كانش جاهز ان هو يستقبل مطر زي كده. زي ما قلنا انه الكاف ارسل من اسبوع وطلب تحديد ملعب بديل للاهلي والزمالك في البطولات الافريقيه عشان يستضيفوا مبارياتهم عليه، ولكن اتحاد الكره كان رده ان احنا هنجهز برج العرب خلال الفتره القادمه. طبعا اسبوع غير كافي، يعني اي حد متخصص في الاستادات وفي النجيله هيقول لك ان اسبوع غير كافي تماما ان انا احيي النجيله دي من جديد. يعني استاذ محمد، حضرتك شايف انه الماتش اللي هيكون الثلاث اللي جاي ما بين الاتحاد والاهلي الملعب هيكون مش مجهز او مش مؤهل لاستقبال المباراه؟ طبعا 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 هيكون غير مؤهل وهيكون غير جاهز، لانه لما بنشوف في اوروبا بمجرد ما اللعيبه بتخرج من الملعب ما فيش حد بيلمس النجيله خالص. يعني حتى زمايلنا اللي راحوا الانفيلد في زياره محمد صلاح في الفتره الاخيره، وحكولنا حتى على التفاصيل اللي بتحصل في الانفيلد في الكواليس، انه مجرد ما اللعيبه تخرج من الملعب ما حدش بينزل الملعب خالص. الملعب بيتم تجهيزه خلال ال3 أو 4 أيام دول. طبعا ده عطفا على ان اصلا مثلا ملعب الانفيلد هو متجهز من بدايه الموسم بالشكل الامثل، يعني نجيله مزروعه من بدايه الموسم بشكل جيد جدا، بيتم الحفاظ عليها في كل 3 أو 4 أيام مباراه واحده. التمرين ما بيقامش على الملعب، بيقام على الملعب الفرعي، ففي نظام ماشي عليه الملعب اللي بالانفيلد عشان يحافظوا على شكله ويحافظوا على النجيله. ولكن في النهايه احنا عندنا ملعب برج العرب كنا بيقام عليه 3 أو 4 مباريات في الاسبوع بسبب ضغط مباريات، لان احنا عايزين نلعب فين؟ احنا ما عندناش السادات، احنا السادات كلها مقفلينها علشان التجهيزات لكاس الامم الافريقيه او حتى من قبلها بسبب الظروف الامنيه، فاحنا بنروح دايما للاستاد برج العرب لان هو امنيا هيكون الامثل. ففي النهايه بنضغط على بنسبه كام في المية عدم جاهزيه الملعب بيأثر على كفاءه اللاعبين؟ 100% طبعا 100%. يعني احنا كان انا عايز اقول لك انه في مباراه لسموحه الموسم الماضي اصيب 3 لاعبين بالرباط الصليبي في مباراه واحده بسبب سوء ارضيه الملعب. قد ايه سوء ارضيه الملعب ممكن تاثر على المستوى، ممكن تاثر على اللاعبين نفسهم. اللاعبين في النهايه دي صناعه. انا النادي اللي بيدفع في الفلوس للعيبه هو بيدفع عشان هو بيستثمر فيه، ففي النهايه استثمارك ده ممكن يبوظ، ممكن يحصل مشكله بسبب بس من نجيله الملعب غير جاهزه. فطبعا طبعا نجيله الملعب تؤثر على المستوى وتؤثر على الصناعه وتؤثر على اللاعبين. احنا بنشكرك شكرا جزيلا استاذ مصطفى حمدي، شكرا جزيلا على وجودك معنا. ودي يمكن قراءة سريعة كده في مباراة القمة بالأمس، واللي طبعا انتهت باستمرار تربع الزمالك على قمة الدوري، صح يا مها؟
صحيح. طيب هنروح دلوقتي لخدمتنا اليومية اللي بنقدمها لكل متابعينا في صباح الورد، وهي النهاردة في مصر، واللي بنعرف منها طبعا زي ما حضراتكم أكيد هتتعودوا معانا الفترة الجاية أهم الفعاليات والأحداث اللي بتتم النهاردة 31 مارس، وطبعا هذه الأحداث سواء على الصعيد السياسي أو الثقافي كمان والاجتماعي. خلينا نتابع مع حضراتكم. تانية، وامبارح سفراء 30 دولة أجنبية زاروا قصر عبد الدين الأثري، وده كان ضمن الزيارات اللي بتنظمها وزارة الآثار لعدد من القصور الرئاسية والمواقع التاريخية في مصر. الزيارة اللي بتنظمها الوزارة عشان تبرز ما تمتلكه الدولة من قصور تاريخية وأثرية عظيمة وما تحتويه من مقتنيات ملكية فريدة. كمان الحقيقة أن الزيارات دي مهمة جدا، لأن هي بتعكس أهمية تلك الفترة من تاريخ مصر الحديث، يعني ده تاريخ لتاريخ مصر الحديث، واللي ما يقلش أهمية أبدا عن التاريخ الفرعوني والإسلامي والقبطي. خلينا بقى نروح دلوقتي نشوف تفاصيل أكتر عن الزيارات دي وأهمية قصر عبد الدين كتراث تاريخي من ضيفنا اللي على الهاتف دلوقتي الأستاذ مصطفى وزيري، الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا فندم، صباح الورد. دكتور مصطفى، طيب لغايه ما نتكلم طبعا مع دكتور مصطفى، طبعا واضح انه في برنامج للزيارات المختلفه للسفراء اللي طبعا هيتم اخذهم في العديد من القصور الرئاسيه، خلينا نقول القصور الفريده في التاريخ المصري. وخليني اقول لك انه في الفتره اللي فاتت كده يمكن شفنا برضو اثناء زياره ولي عهد الامارات ايضا لمصر ولقاء بالرئيس السيسي، شفنا صور لقصر راس التين، ويمكن كتير من الناس ما كانت شافت الصور دي قبل كده. وعبد الدين برضو يمكن بنشوف بحركتكم الصور ده لقصر فريد من نوع، فياريت كمان نبدا ناخد فكره اكتر عن القصور، خلينا نقول طبعا هي دلوقتي تعتبر قصور رئاسيه لكنها طبعا كل قصر وراه حكايه كبيره في تاريخ مصر. دكتور مصطفى اهلا بيك، صباح الورد. صباح
صباح الخير وصباح الخير استاذ نهى، وكل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب واهلا بحضرتك. وعايزين نوضح اكتر للمشاهدين يعني اهميه يعني زياره هذه القصور واهميه وجودها والحفاظ عليها. يعني يمكن ممكن الناس تقول لك يعني ما احنا مش شايفين ان هي يكون ليها اي اهميه، مجرد اثار وخلاص، لكن مهم قوي ان حضرتك توضح اهميه هذا الوجود. احنا هنقول بس كوزاره الاثار، المجلس الاعلى للاثار، احنا زيارتنا لجميع المناطق الاثريه مش المقصود بها بس الاثار الفرعونيه او الاثار اليونانيه الرومانيه او الاثار القبطيه والاثار الاسلاميه، لا كمان هناك اثار تسمى اثار العصر الحديث والاسره العلويه. صحيح. وده برضو تابع الحضاره المصريه سواء كانت القديمه او الحديثه. الزياره بتاعت امبارح كانت في منتهى الاهميه وكانت صدى بتاعها عالمي. تم دعوة سفراء 30 سفير من دول العالم كانوا معنا في الزيارة، بعض الإعلاميين كانوا برضو مرافقين لهذه الزيارة، أبدوا إعجابهم بشكل غير عادي بهذا القصر المسمى بقصر عابدين، وليعد في منتهى الأهمية والضخامة والفخامة والروعة للقصور الملكية اللي موجودة في القاهرة. دي كانت أول مرة يشوفوا ده يا فندم، يعني أول زيارة ليهم يشوفوا حاجة زي كده؟ كانت أول زيارة وما كانوش متوقعين إن هم يشوفوا الجمال بالشكل ده وروعة المبنى والديكورات اللي موجودة فيه والقصة اللي سمعوها من المرشدين السياحيين اللي موجودين في داخل هذا القصر من زمايلنا. إحنا بنتكلم على قصر فيه 550 غرفة، بنتكلم على قصر عابدين المقام على مساحة 25 فدان، منهم 20 فدان حدائق ومنهم 5 مباني، بنتكلم على الحرملك والسلملك، بنتكلم على مبنى من 1863 بدا الانشاء بتاعه واستغرق تقريبا 10 سنوات وافتتح رسميا في 1874 الى 76 تقريبا سوفت اوبننج. بنتكلم على غرف لم يتم افتتاحها بعد اللي هي الاجنحه الخاصه بالملك فاروق والملكه فريده، لسه كمان جاري اعمال الترميم والصيانه بداخل هذين الجناحين. يعني بنتكلم على حاجه جميله جدا، وفي نفس الوقت باذن الله تعالى هنتم عمل زياره برضه لقصر الدين في الاسكندريه. كنا لسه بنتكلم وخاصه احنا عارفين انه قصر عابدين ده كان القصر الشتوي للحكم، وقصر الدين في الاسكندريه كان القصر الصيفي. طبعا فاحنا هنعمل دمج ما بين الزيارتين عشان نوري سفرائنا الحكم الشتوي كان شكله ازاي في المكان، المقر الشتوي والمقر الصيفي كان شكله برضه ازاي. زائد ان احنا واحنا دلوقتي مع قناه سن ومع مع صباح الورد ومع اليوم الجميل اللي بتشهده مصر، احنا بنتكلم ان يوم الخميس يوم الجمعه والسبت القادم باذن الله تعالى برضه هنصطحب العديد من السفراء وهنقوم بزياره جميله جدا لمحافظه سوهاج لاغلب المناطق الاثريه اللي هناك. أنا أتفقد كمان بعض الاكتشافات الأثرية وفي تماثيل خاصة بالملك رمسيس II كانت واقعة متكسرة لآلاف السنين. الحمد لله بأيادي مصرية خالصة إحنا قدرنا نرمم هذا التمثال، فهتبقى زيارة بإذن الله تعالى زيارة رائعة وأغلب السفراء برضو أدوا. وده مهم لأنه طبعا وده مهم لأنه كمان في جزء كبير منه ترويج للسياحة وطبعا للعشق للآثار المصرية وغيره. طبعا أسأل حضرتك حاجة يا دكتور مصطفى، احنا كمان كما فهمنا أثناء هذه الزيارة معالي وزير الاتصالات كان مشارك فيها وكان بيشرح هو للناس عن قصر عابدين، وكما فهمنا أنه وضع كتاب عن قصر عابدين، ودي برضو معلومة أو لقطة كنا حابين حضرتك تقول لنا عنها، هل ده حقيقي فعلا؟ الحقيقه معالي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات له باع كبير جدا 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 في القصور الرئاسيه، مش بس عن قصر عابدين. دراسته ومعلومته وخبرته في القصور الرئاسيه على مستوى الجمهوريه يعني الواحد يقف له اجلالا لما بيتكلم على قصر من القصور الرئاسيه، يجيب الداتا بتاعته، بيجيب الداتا بتاعته من اول الانشاء وفكره الانشاء والانشاء واستغرق ايه، مش بيتكلم على قصر عابدين بس، لا اغلب القصور الرئاسيه. فمره كان في لقاء بين معالي وزير الاثار دكتور خالد العناني ووزير الاتصالات وانا شرفت بهذا اللقاء، بيتكلم على المباني التاريخيه اللي في القاهره التاريخيه وكانه درسها اثر حاجه كانت جميله جدا وابهرتني الحقيقه معالي وزير الاتصالات. فكان تم دعوته امبارح من قبل رئاسه الجمهوريه لالقاء محاضره عن قصر عابدين
وفي نفس الوقت برضو ان يدي خلفيه على بعض القصور التاريخيه الاخرى اللي موجوده سواء كانت في القاهره او موجوده في مناطق اخرى. هي مش مجرد لان هي مش مجرد اماكن فقط، دي شاهد على تاريخ مصر وحقبات تاريخيه مختلفه. وعشان كده عايز حضرتك، طب ده بالنسبه للسفراء، هل ممكن وانا عارف صعوبه الوضع، لكن فتح هذه القصور للزياره ولو بشكل جزئي للاطفال في المدارس، للشباب، يعني قدر برضو من تعريفهم بتاريخهم اللي يمكن بنقرا كتير عن قصر عابدين وقصر الستين اللي غادر منه الملك فاروق، وبنشوف المشاهد والصور التاريخية والأرشيفية، لكنه نادرا ما أتيحت فرصة للذهاب لهذه القصور ورؤيتها. هل ده وارد ولا صعب؟ اللي طبعا خلينا نقول يعني ضخامة وعدم المقتنيات والرغبة في المحافظة أيضا على هذه القصور، لأنها قصور رئاسية أيضا، لازم نضع ده في الاعتبار. هو عند حضرتك حق تماما، كنوع من أنواع الوعي الأثري لدى المواطنين ان هو يتم. يعني انا بحسد السفراء الصراحه، لان شايف صور عظيمه، انا نفسي انا اكون في مكانهم مثلا متفرج على. وانا كمان على فكره مش هو بس. عندكم حق انتوا الاثنين، وكان شرف لاي حد انه الحقيقه يزور اثرنا بهذا الشكل. لكن النقطه المهمه جدا زي ما حضرتك شفت الجمال وروعه احد القصور، ما هو قصر عابدين زي قصر جوهره، زي قصر قسطنطين، زي قصر الامير يوسف كمال، في حته قصور رائعه. لكن الحقيقه هو في زياره بتتعمل لهذا القصر مع المتحف اللي موجود برضو داخل القصر، لكن بنظام بيتم اختار الاول، بيتم العدد عشان يبقى في كنترول شويه، عدد محدود. لكن بالظبط كده، لكن عشان تفتتح يعني زي منطقه الاهرامات، زي منطقه القلعه، عمليه صعبه جدا 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 طبعا. وخاصه ان المقتنيات دي كلها موجوده في الممرات، زي ما حضرتك تفضلت تشوف الفازات الرائعه، المرايات الجميله، الرخام، الاساس الايه الايه الايه. لكن اخشى لما تتفتح بشكل عام يتم طبعا التاثير سلبي. طبعا انت عارف في بعض بيبقى عنده شعور فضولي ان هو يلمس الكرسي، يلمس الاثر، يلمس دي وجود فازات رائعه وبرايسلس الى حد ما، احد مثلا المش مختصين قوي ممكن يعني يديها كتف كده من غير قصد مع يعني. طب انا عندي اقتراح، يا دكتور مصطفى، اتفضل حضرتك تصحبنا في جوله ونصور ونعرض للساده المشاهدين الصور على يعني نديهم الفيديوز، بحيث ولا حدش يروح يبوظ، وفي نفس الوقت بنكون بنعرض لهم حاجه عن قيمه اثريه. ايه راي حضرتك في الفكره دي؟ والله عند حضرتك حق تماما. احنا ممكن نخاطب هنا المختصين على هذا القصر ونحدد، نقول دعوه، نعم نقول دعوه نفرج للقنوات الناس يعني. للقنوات بالظبط. لا احنا بس الاول، لا احنا لينا السبق بقى، يعني احنا بنتفق معاك على الهوا اهو دلوقتي في صباح الورد، يعني ان شاء الله نرتبها. وصباحكم فل وصباحكم ورد، وكل سنه وحضراتكم طيبين. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور، مصطفى الوزير، بنشكرك شكرا جزيلا. والصور حلوه قوي الحقيقه. طيب احنا النهارده طبعا بتقام القمه العربيه الـ30 في تونس بحضور وفد رفيع المستوى من مصر وعدد من قاده الدول العربيه ووزراء خارجيتها لمناقشه العديد من الملفات الهامه. والرئيس عبد الفتاح السيسي سافر كمان النهارده حضور القمة، أو هو الأساس طبعا أنه يسافر، لأنه كان بيقال أنه مش هيسافر، ولكن هو فعلا سافر لحضور القمة. طبعا في ملفات مهمة جدا هيتم مناقشتها، من بينها القضية الفلسطينية، مستجداتها، الملفات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، كمان الأزمة السورية، بجانب إلقاء الضوء على الأوضاع في عدد من الدول العربية. ومن المتوقع أن تشغل طبعا مسألة اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهضبة الجولان السورية المحتلة كأرض إسرائيلية مساحة كبيرة جدا من المناقشات داخل القمة. كارثة هذا القرار. طبعا الناس كلها بتنظر لهذه القمة، يا ترى هيقدروا حتى، طبعا مش خافي على الناس انه هذه القمة بتنعقد وسط خلافات عربية وعدم اتفاق في الكثير من وجهات النظر، ووسط قرارات وتحديات كبيرة، منها ما يتعلق بتحدي القدس، وايضا تحدي ايضا الجولان الاخير اللي ممكن يتم اتخاذه او الاعراب عنه من خلال هذه القمة. هل زي كل قمم هتستوقف على الشجب والتنديد والانكار وكل هذا، ولا هيكون في
قرارات ممكن تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وكان في حديث أيضا دائر حوالين فكرة المشاركة السورية كمقعد سوريا الشاغر يعني في هذه القمة، لكنه تم الحسم أنه لن تكون مشاركة. وبالتالي الناس بتقول طب إزاي هيتم حسم الأمور فيما يتعلق بالقضية السورية وهي أيضا ما فيش مقعد سوري؟ يعني من التساؤلات الكثيرة. مين كان صاحب، أنت ممكن تفيدني في الموضوع ده دلوقتي، مين كان صاحب مقولة العرب اتفقوا على ألا يتفقوا؟ كل العرب هم اصحاب هذه المقوله كلهم اجمعوا. خلينا نقول ان احنا يا جماعه في مرحله يعني مفصليه فارقه في التاريخ العربي، ولا نملك اصلا رفاهيه ان احنا لا نتفق. ده بالمناسبه يعني احنا لازم نتحد، لان احنا مستنيين ايه يحصل بعد اللي حصل ده؟ يعني الموضوع وصل لمرحله بقى في منتهى الخطوره، ودائما القوه في الاتحاد، القوه في الاتفاق، القوه في، لان هي قضيتنا قضيه واحده، قضيه العروبه، وهي يعني قضيه واحده ومصيرنا مرتبط ببعضه اكيد. بالتاكيد هنتابع مع حضرتك، واكيد هيكون ايضا هناك تغطيه خاصة بشبكة قناة تن أيضا حوالين القمة العربية ومستجداتها وما يدور فيها. نروح محرككم طبعا إلى الأرصاد اللي بتحذر من التخفيف في الملابس بسبب استمرار موجة البرد، فلازم ناخد بالنا كويس، لأنه مبارح الجو كمان كان متقلب بشكل كبير جدا، حضرتك شفتوا أكيد الأمطار واللي كان بيتابع الماتش. النهاردة كمان درجات الحرارة في انخفاض، في بعض التحذيرات انه ممكن يصل الوضع الى حد السيول واحتمال استمرار الامطار والرياح الشديده والاتربه. يعني برضو احنا شايفين مش هنحرمكم من حاجه خالص. كل حاجه هتشوفوها، الاتربه والمطره والبرد، على اي حال لازم ناخد بالنا بشكل كبير جدا، لانه الجو الحقيقه يمكن عمرنا ما شفنا جو زي كده في شهر مارس. خلينا نقول تعالوا نروح نتعرف محركه على درجات الحراره المتوقعه. بعد ما شفنا مع بعض دلوقتي تفاصيل حالة الجو ودرجات الحرارة والتحذير من ان احنا نخفف ملابسنا، تعالوا بقى دلوقتي لمزيد من التفاصيل. كمان معانا على الهاتف دكتور احمد عبد العال، رئيس هيئة الارصاد الجوية. صباح الورد يا فندم، واعتقد ان طبعا مصر كلها امبارح كانت اخذت بالتوقعات بان هيكون في امطار. وسادة المشاهدين، طبعا احنا قايلين من يوم الاربع ان هناك حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية، تبدأ من يوم الجمعة حتى نهاية يوم الأحد، عبارة عن نشاط للرياح مثيرة من الأتربة بيصل لحد العاصفة على في بعض الأوقات على الأماكن المكشوفة والصحراوية، أيضا أمطار على الساحل الشمالية على الوجه البحري على مدن قناة شمال وجنوب سيناء، خفيفة على القاهرة حتى شمال الصعيد. النهاردة الأمطار هتكون غزيرة أكتر على مدن القناة وسيناء، وإن كانت هتبقى موجودة على أغلب الأماكن اللي أنا قلت عليها. طيب دكتور، بالنسبة للقاهرة يمكن هيبقى في مطر برضو ولا؟ حضرتك امبارح كنت يمكن منضبط جدا في التصريحات، قلت لنا وقت الماتش هيبقى في أمطار، وفعلا ده اللي حصل امبارح. النهاردة بقى إيه وضعنا في القاهرة برضو؟
القاهرة هتبقى يعني من بعد ساعة واحدة كده هتبدأ الغيامة، ثم يبدأ أمطار خفيفة حتى مساء اليوم. تمام تمام. طب نصيحة حضرتك بقى عموما للناس تعمل إيه يعني؟ ما زلت بحذر من عدم تخفيف الملابس. احنا شايفين النهاردة الحرارة 18 يعني تعتبر منخفضة، بالليل بتبقى شديد البرودة، فبالتالي عدم تخفيف الملابس. السادة الساقين على الطرق توخى أقصى درجات الحذر أثناء انخفاض الرؤية لأي ظاهرة كانت. أيضا للسادة أصحاب أمراض الجهاز التنفسي نرجو الابتعاد عن الأتربة ومراجعة الطبيب بتاعه أول بأول. طيب. احنا كده دخلنا في فصل الربيع اوفيشلي رسميا مش كده؟ طبعا، لكن الأتربة واللي احنا شايفينه ده الطبيعي بتاع الربيع، لكن الامطار دي تعتبر التغيرات المناخيه هي اللي ليها الدور اكبر في الامطار اللي احنا شايفينها. لا والدنيا برد كمان يا دكتور يعني طبعا مش... وانخفاض الحراره طبعا. بالظبط. طب معلش اسال حضرتك سؤال يمكن حضرتك تفيدنا فيه. احنا امبارح طبعا حضرتك كان في حديث مهم عن مباراه الاهلي والزمالك، حضرتك اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا بشجع المنتخب. طيب ده مهم جدا، احنا عايزين بقى المنتخب، لانه الناس بتتكلم هل بيتم الاستعانه مثلا بخبراء الرصاد الجويه لما بيبقى في مثلا كاس الامم الافريقيه او بطولات مهمه مثلا عشان نتعرف مثلا منهم على الاحوال بدقه، او يكون في اقتراحات من جانب حضراتكم مثلا اذا كان ما تلعبوش مثلا في الماتش في الملعب الفلاني ممكن تلعبوا في الملعب الفلاني وكده، ولا ما بيحصلش ده؟ يعني تساؤل كده في بال مواطن. لا في الحقيقه هو ما حصلش اي اتصال بيني وبين اتحاد الكوره ولا بيني وبين الهيئه، لكن طبعا هو اكيد سمع النشره الجويه في كل وسائل الاعلام، فكل وسائل الاعلام كانت قايله ان النشره الجويه وكانت قايلها والناس عارفينها يعني، لكن في الحقيقه فعلا مفيش اي تواصل بيننا وبين اتحاد الكوره. ده بشكل عام يعني حتى كاجراء روتيني ده ما بيحصلش؟ لا 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 لا، ولا قبل البطولات الكبيره يعني مثلا كاس الامم الافريقيه الجايه مثلا، فمعروف وقتها هل بيجوا يسالوك مثلا طب الفتره دي الملاعب اللي ممكن تكون مثلا او درجات الحراره ممكن تبقى مرتفعه بشكل مثلا كبير جدا يبقى في صعوبه على اللاعبين، طب هنا ممكن يحصل كذا او كذا، طب نغير المحافظه، طب يعني حضرتك فاهم قصدي صح؟ نتمنى طبعا يحصل هذا التواصل، لان طبعا يعني احنا من يوم الاربع واحنا قايلين ان فيها هتبقى امطار غديره على برج العرب، وحتى امبارح لما وسائل الاعلام اغلبها اتصل عليا من اصل حضرتك قلت لنا وقت الماتش هيكون فيه مطر، فعشان كده احنا بنسال في امطار غزيرة وده حصل. وده حصل طبعا. فلو كان طبعا اتخذوا راينا كنا قلنا اكيد ان لازم ان احنا يعني ممكن نلعب الماتش في اي مكان بعيد عن الاماكن فيها امطار. لو كانوا احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذا التوضيح دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. هننتقل بقى للخبر الفني، وطبعا الناس كلها احنا عارفين يا جماعه موسم رمضان بيبقى موسم الدراما مائده ذاخره بالدراما التلفزيونيه. امبارح المؤلف ايمن بهجت قمر قال ان في احتماليه عدم لحاق النجم الكبير الزعيم عادل امام بسباق مسلسلات رمضان اللي جايه، وده بسبب طبعا توقف تصوير المسلسل من حوالي 10 ايام بدون اي تاكيد لاي اسباب لتوقف التصوير. تصوير رمضان السنه دي هيكون اول رمضان ما يشاركش فيه النجم الكبير عادل امام من فتره طويله قوي، لانه كان دايما بيشارك بشكل مستمر وقدم عدد من المسلسلات زي فرقه ناجي عطله، العراف، صاحب السعاده، استاذ ورئيس قسم ومامون وشركاء، وعفاريت عدلي علام، ومؤخرا كان عوالم خفيه. فطبعا برضو لاسباب خفيه ما حدش عارف هو المسلسل بقى له 10 ايام بس، ممكن يعني مش عارفين لسه، بس هذا ما نما قال عليه بس 10 ايام فتره طويله طبعاً. بتاثر لانه اصلا معروف ان حتى في خلال رمضان بيبقى لسه في مسلسلات بتصور حلقاتها كمان. عامه وجود الزعيم طبعا في موسم رمضاني بيبقى طبعا علامه من علامات رمضان، وبالتاكيد محبينه في كل مكان مش بس في مصر، في الوطن العربي يتمنوا يشوفوه كل رمضان الحقيقه. نروح مع حضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل نرجع ومناقشه لاهم قرارات رئيس السيسي للامس.